اجدادنا بقى كانوا عايشين هنا بالظبط. كل الاماكن انت شايفينها دي. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا. Yeah, what does it say? It's لا غالب الا الله. The meaning there is no victor but Allah, the God. من الحاجات الغريبة داخل الحمراء البيت اللي ورايا ده يا جماعة. البيت ده عايش فيه واحد اجداده واخدين البيت من زمان مش عايزين يسلموها ابدا للدولة. تعالوا نطلع لأعلى نقطة. يا الله الجمال. بص مكتوب العز لمولانا السلطان الغني بالله ابو عبد الله. كل الكتب اللي المسلمين كتبوها جمعوها وحطوها هنا وجيب نفسه القسيس ولع في الكتب دي. بالاسباني سوسبيرو دول مرو تنهيدت اللي هو بكاء يعني العربي الاخيره. وقف هنا محمد الصغير وشاف قصر الحمراء هناك ومملكه غرناطه وعيط. ده اكتر حي مازال متمسك بشكله كل حاجه زي ما هو من ساعه ما المسلمين خرجوا منه. عندي فضول البيت ده بتاع مين ولا ايه ده. كتب العز على ابوابها فادخلوها بسلام امنين. مين رايق ده؟ عندي فضول والله اخبط عليه ولا ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه. عدنا لكم من جديد الى ارض الاندلس. لو تفتكروا كنا صورنا حلقتين في الاندلس، حلقه قرطبه وحلقه اشبيليه. كتير جدا منكم اتاثر بيها وسالتوني في الكومنتات حد يروح الاندلس وما يروحش غرناطه؟ فاحنا جينا غرناطه اهو يا جماعه. انا حاليا في غرناطه، اخر معقل من معاقل المسلمين، وغرناطه يعني قصر حمراء. انا حاليا في الطريق الى قصر الحمراء. قصر الحمراء هناك اهو. حبيت اسلك الطريق ده بتاع اجدادنا اللي زرعوا فيه شجر الزيتون اللي انتوا شايفينه. سبحان الله زي ما هو شايفين. سبحانك يا رب. يكون طريق مميز عشان وانا في الطريق اشرح لكم تاريخ الاندلس وخصوصا قبل السقوط عشان تبقى واصله لكم الفكره. نصيحه من اخ، ما تفوتش ولا لحظه في الفيديو عشان فعلا هتستفاد جدا. الاندلس بدات 107 هجري وانتهت امتى؟ 897 هجري، يعني حوالي كام قرن؟ 8 قرون. الاندلس اللي هي حاليا البرتغال كلها وجزء كبير من اسبانيا. امبراطوريه الاندلس دي كان داخلها امارات زي اماره غرناطه اللي انا فيها حاليا، اماره كورتوبا اللي رحناها، اماره اشبيليه وهكذا. عدى على الامبراطوريه دي حكام كتير، يعني دول كتير، من اول الدوله الامويه لغايه عهد الولاه، للدوله العامريه، لملوك الطوائف، لدوله المرابطين، لغايه اخر دوله قبل السقوط على طول الا وهي دوله الموحدين. شايفين يا جماعه منظر الشمس وهي بتشرق، كميه اشجار الزيتون اللي حواليا، يا الله على الجمال. سقطت دولة الموحدين عام 422 هجري بعد صراع كبير مع ملوك النصارى اللي هم موجودين فوق شمال الأندلس على طول. وبعد ما سقطت رجع الأمراء من الحرب وكل واحد سيطر على دويلة صغيرة من الدويلات اللي كانت موجودة داخل إمبراطورية الأندلس. وبدل ما بقت إمبراطورية الأندلس بقت 22 دويلة، كل أمير واخد له حتة وقاعد فيها وعمل منها مملكة زي مملكة إشبيلية، مملكة كورتوبا، مملكة غرناطة وهكذا. طبعا حصل تفرقة كبيرة والمسلمين خلاص بقوا ضعاف، فسقطت كل الممالك دي مع الصراع مع النصارى ما عدا مملكة غرناطة اللي هي أنا فيها حاليا. الله. على فكرة يا جماعة ما بين سقوط دولة الموحدين وتسليم آخر معقل من معاقل المسلمين غرناطة للنصارى وخروج آخر مسلم من أرض الأندلس حوالي 250 سنة. خلاص وصلنا القصر أهو ونكمل قصتنا جوه. زمن جميل كان فيه سمونا. شايفين جمال المدخل؟ يا الله الجمال. يعني أتوقع اللي كان قاعد في المبنى الصغير ده هم مثلا الأمن بتاع القصر. تعالوا ندخل القصر. طبعا مكتوب فوق آيات قرآنية. بسم الله. ايه ده 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 ايه ده بجد. على جمال المدخل يا جماعة. تخيل يدخل بقى هنا إلى مدينة الحمراء كلها. الله. تعالوا نخش بقى في المدينة كلها ونكمل لكم القصة داخل المدينة وأنا بفرجكم على إحنا كنا فين وأصبحنا فين. التذكرة بحوالي يا جماعة 20 يورو. نصيحة احجزها قبل ما تحجز طيرانك. بعد ما تحجز تذكرة القصر شوف بعد كده تذكرة الطيران والفنادق وهكذا. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أجمل اللقيا بلا ميعاد. بالمناسبة هو مش مجرد قصر وبس، لا لا، هو مدينة كاملة. جوه المدينة دي قصور، مباني للوزراء والحكام، حدائق، جنان. كانت به أمجادنا تتوالى. طب مين بيحكم مملكة غرناطة؟ محمد ابن يوسف ابن نصر ابن الأحمر، وينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يا جماعة اسمه ابن الأحمر ليه بقى؟
وليه سموا قصر الحمراء بالحمراء؟ لأن الراجل ده كان شعره أحمر، حتى هو وأبنائه وأحفاده من بعده كلهم كانوا شعرهم ولحيتهم لونها أحمر، فعشان كده سموه قصر الحمراء. بعض الناس أو بعض الروايات بتقولك لا، لأن التبة اللي اتبنى عليها قصر الحمراء استخدموا الرملة بتاعتها، والرملة بتاعتها كانت حمراء، فعشان كده الطوب أحمر فسموه قصر الحمراء. ولكن هذه الرواية خاطئة. طبعا طول ما أنت ماشي في المدينة شايف مداخل رائعة ومكتوب عليها آيات قرآنية ما زالت محفورة إلى الآن. تخش حتى المدخل فيه استراحة، ممكن تقعد تستريح هنا، حد معدي بالحصان بتاعه. طبعا أنت بعد ما بتدخل مدينة الحمراء، جوه المدينة في قصر الحمراء اللي أغلب الزوار أصلا بيبقى جايين عشانه. من مدخله كده يعني أنت بتنبهر. أنت إحنا لسه هنخش، لسه بس بنقول بسم الله أهو، طابور أهو، توكلنا على الله. أول ما تخش على طول القصر، تخيلوا إيه أول حاجة موجودة أول ما تخش القصر؟ مسجد يا جماعة. ده كان مسجد، والجميل في المبنى ده القصر كله مبني باتجاه معين، ولكن مكان العبادة ده عشان القبلة اتجاه القبلة كده، فغيروا كل اتجاه المبنى كده. تعالوا معايا أوريكم. هو ده كان مكان العبادة يا جماعة، الناس كانت بتقف تصلي هنا، وده كان المحراب. وأكبر دليل على كده لو فتحنا القبلة، فتحنا القبلة بص اتجاه القبلة نفس اتجاه المحراب. المسجد واخد إطلالة جميلة جدا على كل المدينة تحت. نفسي أدخل والله، بس على الأسف حاطين زي حبل ممنوع الدخول. شوف الزخرفات دي ما زالت زي ما هي، ما اتغيرتش تماما. كل الكلام اللي مكتوب، الآيات القرآنية أو الشعر اللي مكتوب كله زي ما هو، مفيش أي حاجة فيه اتغيرت. هو ده بقى شعار بنو الأحمر، ولا غالبة إلا الله. يعني هنا كان في ايادي مسلمين كانوا بيعملوا الفن ده. اول ما بنخرج من المسجد على طول بنلاقي الجمال ده. ايه بقى ده؟ هو ده بهو الريحان. كل اللي انت شايفينه ده يا جماعه عباره عن ريحان، ولكن خليني اوريكم جمال البهو ده. شايفين المنظر يا جماعه؟ رائع. القصر اللي ورا ده عاكس في الميه، شكله رائع. ليه بقى سموه ببهو الريحان؟ بقول لك ان الوزراء اللي كانوا بيجوا عشان يخشوا قاعه اتخاذ القرار كانوا بيسيبوا الحصانه بتاعتهم هنا، كانوا بيركنوا حصانتهم هنا. عزكم الله كان الحصانه لما تعمل حمام فكان بيعمل ريحه، فعشان الريحه دي تروح عملوا ايه؟ عملوا ريحان في كل حته، داير ما يدور عملوا ريحان عشان خاطر تخلي البهو ريحته حلوه، عشان كده سموه بهو الريحان. في مهندس إيطالي قال لك جملة حلوة قوي لخصت كل الحوار ده. قال لك بينما كانت أوروبا ترتفع بحصونها في الهواء، كانت تعمر في غرناطة قصورا على سطح الماء. الله على الجمال. طبعا طول ما انت ماشي في بهو الريحان هتلاقي فيه أشعار مكتوبة على كل مدخل من المداخل وعلى جدران البهو كاملة. طلعت بأفق الملك رحمة ليجلو ما قد كان بالظلم أظلامه. تعالوا نطلع من بهو الريحان وندخل على فين؟ قاعة اتخاذ القرار. هنا بقى كان الملك ووزراؤه بيقعدوا، كان هنا وزير يقعد، وزير يقعد، وزير يقعد، وزير يقعد. الملك هنا غرفة دي، وزير 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 وزير. هنا كان عرش الملك، ده المكان اللي كان الملك قاعد فيه بالظبط، لان هو المكان المطل على بهو الريحان، كل الوزراء حواليه قاعدين بيتخذوا القرار. من الحاجات الكوميديه الحلوه يعني اللي موجوده في المكان ده، طبعا كل الغرف انتوا شايفينها تحسها شبه بعض، ولكن الاختلاف البسيط في غرفه الملك او في المكان اللي بيقعد فيه الملك كان عباره عن ايه؟ كل الغرف مكتوب عليها ولا غالب الا الله ولا غالب الا الله، كل ده كان المكان اللي بيقعد فيه الوزير. تعال بقى عند الملك مكتوب ايه؟ مكتوب قل اعوذ برب الفلق. يعني خمسه وخمسه في عينيكم يا وزراء. شايفين الساحه دي؟ دي كانت اسمها الساحه العائليه. ليه سموها الساحه العائليه؟ لان كل اسر الحكام والامراء اللي كانوا عايشين هنا كانوا بيجتمعوا في الساحه دي. الاهالي قاعدين كده والاطفال بيلعبوا، وده ما كانش رخام، ده كان عباره عن جنينه. في شمس بتخش؟ اه في شمس بتخش زي ما انتم شايفين، مفتوح من فوق. ليه بقى سموها ببهو السبع؟ شايفين هتلاقوا في سباع موجوده وبيخرج منها ميه، دول حوالي 12 سبع. طب 12 سبع دول بيشيروا لايه؟ بيشيروا الى 12 شهر في السنه، وهتلاحظوا هتلاقوا بيخرج منهم زي مجرى كده، اربع مجاري، واحد اثنين
هناك ثلاثة، هنا أربعة، إشارة إلى أربع أنهار الجنة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم شافهم في رحلة المعراج. قال لك في نهرين منهم ظاهرين وفي نهرين باطنين في الجنة. نهرين الظاهرين هو النيل والفرات، والنهرين موجودين في الجنة هما نهر سيحان وجيحان. فكل تفصيلة ليها معنى. نفس الكلام برضو مكتوب كتابات باللغة العربية عليها وشعر. طبعا الانهار خارجه زي ما انتم شايفين من بق السبع. من الحاجات المضحكه بقى ان بعد ما النصارى جم وسقطت الاندلس ما كانوش فاهمين الميه دي بتخرج ازاي، حاجه جديده وغريبه عليهم، فكسروا السباع دي، كسروها عشان يفهموا الميه دي جايه ازاي. انتوا متصورين؟ ورغم كده ما عرفوش. مكتوب ايه بقى؟ تبارك من اعطى الامام محمدا مغاني زانت بالجمال المغانيه. طبعا الشعر طويل ولكن المعنى ان الشعر ده استخدموه عشان يفهموا الميه دي جايه ازاي. حاولوا يفسروا الكلام، انتوا متخيلين لدرجه ايه؟ وطبعا في الشعر ده شارح فيه ولكن بلغه عربيه فصيحه. لفتتني حاجه كده صغيره مكتوبه على العمود ده، بس مكتوب ايه؟ النصر لله والفتح المبين لمولانا ابي عبد الله امير المؤمنين. اهي مكتوبه على مدخل بهو سبع، نفس الكلام هنا. في ناس من السياح مستغربين ان انا بعرف اقرا الكتابات، بصوا لي كده بيسالوني انت بتعرف تقرا الكلام ده؟ Yeah, what does it say? It's لا غالب الا الله، the meaning there is no victor but Allah, the God. لا غالب الا الله. مكتوب هنا العز لمولانا السلطان ابي عبد الله الغني لله. كلها كتابات باللغه العربيه. اول ما تخرج من بهو السبع هتخش هنا على حاجه اسمها قبه المقارنس. ايه بقى قبه المقارنس؟ اخواننا المهندسين يركزوا معايا عشان تعرفوا احنا بجد كنا فين وبقينا فين. المهندس لما بيجي يبني مربع وعايز يحطه فوق المربع ده قبه هيبقى فيه فراغات، فعملوا ايه؟ عملوا المقارنسات دي، عباره عن قطع صغيره، القطع دي يجمعوها، يعني يبني المربع عادي بعدين يعمل القطع يجمعها كلها لغايه لما تعمل شكل القبه بدون فراغات. زي ما انتم شايفين هتلاقوا فيه ايه؟ عباره عن زي قطع قطع مجمعه مقرنصات، بحيث ان هو يغطي كل القبه زي ما انتم شايفين مفيش اي فراغات. انما لو كانت كيرف، لو كانت نص دايره كان هيبقى في فراغات، فزي ما انتم شايفين كده مفيش اي فراغات، يسموها المقرنصات. فن المقرنصات ده كان اصلا موجود اول ما اخترعوا اسيا الوسطى، وبعدين جه لايران، ومن ايران جه الى الاندلس. شوفوا لي الجمال ده، يا سلام. الطريق ده بقى هنروح فيه لغايه جنه العريف. هي فعلا جنه يا جماعه، لما تشوفوها هتنبهروا. ولكن عشان نوصل لجنه العريف هنمشي كل الطريق ده كله لغايه ما توصل هناك كده. وصلت لكم الفكره قد ايه ان قصر الحمراء ده بس مش مجرد قصر، مدينه كامله فيها كل حاجه. شكل الورد مع المنظر، الاماكن دي اللي كان بيدخل منها الحصينه كانوا بيمشوا هنا كده بالظبط. شايفين الفن؟ طريق ما اتقفلش، سلم ومكمل والطريق مفتوح عادي، والناس تمشي هنا والخيل يمشي هنا. يعني بصوا، ده شجر عنب وده شجر زيتون وهناك شجر ليمون واللي هناك ده رمان وده تين، كل شيء. جنة العريف مش مجرد ان هي جنة وخلاص كده فيها خضار، لا، بوابة دي عبارة عن ايه؟ قاعدة كده للملك. ولكن خد لي بالك بقى هنا مكتوب ايه؟ هنا يمين والشمال. قبل ما تدخل الملك عشان تتكلم معاه في حاجة، في ملاحظتين كده هو سابهم على اليمين وعلى الشمال عشان اللي داخل يفتح ويركز. ايه بقى اللي مكتوب هنا؟ ادخل بحلم وانطق بعلم، قليل الكلام تخرج بسلام. يعني من الاخر لخص وينجز، هتطول مش هتخرج بسلام خالص. الملك بقى كان قاعد هنا كده المكان ده. كل بني الاحمر كانوا قاعدين هنا في المكان. عارفين بقى بتطل على ايه؟ طيب طبعا ممنوع ان انا ادخل هنا، فهوريها لكم الناحيه الثانيه. ادي غرفه الملك مبدئيا، تحت كده زي في حمام سباحه. ادي الشعب كله عايش بقى هنا، كل شعب غرناطه كان عايش في المنطقه دي، حي البيازين اللي هننزله ان شاء الله. وانت داخل قرات الكلام ده، دخلت قابلت الملك هنا، قعدت خلصت دردشت معاه، وانت خارج بقى هتخرج من هنا كده هتلاقي جمله بسيطه مكتوبه ايه هنا؟ بتقول لك من حسن كلامه وجب اكرامه. يعني انت لو كلامك كان حسن ولطيف هنكرمك، عكس ذلك بقى الله اعلم. ازاي سايبينها لغايه دلوقتي بالشكل ده؟ ممكن يعني تقع حاجه زي دي، المفروض تترمي. ايه بقى الغرفه دي؟ عبد الله الصغير عملها لامه عائشه الحره، عمل لها الغرفه دي عشان تقعد كده استقانيس تتفرج على الجمال اللي هناك ده. ايه بقى الجمال اللي هناك ده؟ قصر النصر اللي احنا كنا فيه من شويه، اللي فيه بقى غرفه اتخاذ القرار وكل الكلام ده. في روان احلى من كده؟ ولا غالب الا الله، ولا غالب الا الله. انتوا عارفين في كم كلمه مكتوبه داخل كل الحمراء؟ حوالي 10,000 كلمه.
7000 بس منهم، مش بس يعني 7000 منهم ولا غالب الا الله. شايفين بقى المية اللي بتنزل دي يا جماعه، اللي بتروي كل الجنان اللي موجوده في الحمراء. تعالوا بقى نسمع حكايتها عشان تنبهروا بقد ايه ان احنا كنا فعلا عباقره. عشان يوصلوا الميه لغايه قصر الحمراء تروي الجنان الموجوده الضخمه اللي موجوده داخل القصر والناس تتودى وتصلي، فكانوا بيدوروا على تل اعلى من تل الشمس وتل السبيكه. ايه تل الشمس والسبيكه دول؟ هو التلال اللي اتبنى عليها الحمراء ده. فدوروا في كل انهار غرناطه، فلقوا نهر موجود عالي في التبه اللي هناك دي يا جماعه، نهر اسمه سنين. النهر ده ميزته ان هو مرتفع عن التلتين اللي اتبنى عليها الحمراء. قال لك بس هو ده النهر اللي هناخد منه الميه. النهر ده يا جماعه كان على بعد حوالي 7 كيلو من قصر الحمراء، فبداوا يحفروا من اول النهر لغايه ما وصلوا الى قصر الحمراء. هم ماشيين لقوا جبل ضخم عايزين يحفروا فيه، فعملوا نفق، وكان اول نفق يتعمل في العالم، المسلمين هم اللي عملوه. عملوا نفق درجه النفق ده واحد شخص بجسمه كامل يقدر يخش فيه. دلوقتي يا جماعه انا ماشي في الانفاق اللي المسلمين عملوها والعرب. او ماي جاد. حفروا النفق اللي كسر الجبل وكملوا لغايه لما وصلوا الى الحمراء، وبداوا ينزلوا الميه من النهر لغايه ما وصلت تروي كل اللي انتوا شايفينه ده. فطبعا الميه جايه بغزاره، فعملوا خزانات بحيث ان الميه تيجي للخزان وياخدوا من الخزان ده يروي بقى ايه كل الحدائق ويتودوا كده. شايفين ده بقى ايه بقى؟ شايفين الميه اللي نازله دي؟ الميه بتنزل من الخزان لغايه ما توصل للشرب، الناس تتودى ويسقي الزرع وكده. فقال لك هنعمل حاجه حلوه، الميه وهي ماشيه هنعمل دايره عشان الميه وهي نازله سريع. وطبعا الحفره عمقها اوسع من المجريين، يعني خدت بالكم هنا المجرى مثلا عمقه من هنا لهنا، انما ده اوسع في مسافه اهي، فالعمق الاوسع ده بيفيد اكتر. فتيجي الميه في الدايره دي فتهدى شويه، لما الميه بتهدى ايه اللي بيحصل؟ الرواسب بتنزل. هتلاقوا هنا في رواسب كتير، بالكم هنا في رواسب كتير، بتنزل الرواسب هنا بتفضل هنا كده، ويبدا الميه تنزل ايه نظيفه بشكل نظيف، نقدر نشرب ونتوضى منها، صح كده؟ ادينا هاي فايف. انت صح. حاجه تانية برده يا جماعه، عشان لو واحد عايز يتوضى، انت مثلا لو جيت تتوضى هنا مش هتعرف، الميه سريعه جدا، فقال لك لا انت ممكن برده هنا ايه تقف تتوضى والميه كده نظيفه. وكانوا بعدها طبعا بينضفوا الاحواض دي من الشوائب اللي موجوده هنا، يعني حتى السلالم مش سابينها في حالها. السلالم اهو سلم مش سايبينه في حاله، عملناها منها مجرى للمياه، كل حته مكان للوضوء. ما زالت الى الان المياه بتنزل ما وقفتش، يعني الحوض قبل ما يتملي في صرف اهو، الصرف بينزل لتحت المياه على طول مباشره، مفيش بقى اي مياه حواليه ولا اي حاجه. في طيب جنات العريف ومائها، في الفل في الريحان في الكباد، كانت عزائم امتي خفاقه. البانو الأحمر كانوا متواطئين جدا مع ملوك النصارى، فكان ملوك النصارى برضو بيجيب لهم هدايا. من ضمن الهدايا اللي جابوه لهم دي عبارة عن إيه؟ بص كده في السقف عاملين زي رسمة، الرسمة دي فيها كل ملوك بانو الأحمر، ولو لاحظتوا هتلاقوا أهو شايفين الحيطة لونها أحمر. القصور اللي كانت موجودة في قصر الحمراء كانوا 7، في منهم 3 راحوا وفي 4 ما زالوا موجودين. واحد من الثلاثة اللي راحوا القصر ده، وده بسبب ان نابليون لما جه يحتل اسبانيا دمر القصر ده، وده واحد من القصور اللي اتدمرت. بس هتلاحظوا ما زال البلاط زي ما هو، خدت بالكم؟ بتحس ان متقسم، يعني مثلا ده كان حمام، عارف انت اللي هو سبا، يعني اللي هو حمام عام اللي هناك ده كده، وتحس ان كان فيه غرف كل حاجه زي ما هي، ولكن زي ما انتم شايفين اتدمرت. وده برضو واحد من القصور الثلاثه اللي اتغيرت عبر الزمن، حاليا عباره عن فندق اهو. ايه رايكم نخش الفندق ونشوف قصر المسلمين زمان كان عامل ازاي؟ ما زالوا الى الان بيهتموا، خدت بالكم بيهتموا بنظافه المكان. تخيل تأجر فندقك فين؟ في قلب قصر الحمراء. مش عارف مسموح نخش ولا لا، ولكن هحاول. يا سلام. طبعا ما زال فيه زخرفات اسلاميه. يا سلام. طبعا موجود كلمه ولا غالب الا الله، ما زالت محفوره في الجدران هنا، اكيد هنا كان بيرفع الاذان، حاليا بقى فندق. ومن جوه طبعا هنا الستايل الاندلس اللي انتوا عارفينه، ان يكون عباره عن ساحه في النص فاضيه داير ما يدور على الشقق. هنا في شقق كده زي ما انتوا شايفين. ليه بقى الساحه الفاضيه دي؟ قال لك عشان لو في واحده محجبه فتعرف تقعد تشوف الشمس الهواء من غير حجاب ومحدش يشوفها. تخيلوا كانوا بيفكروا لغايه ايه؟
كل تفاصيل التفاصيل. طبعا ستايل اندلسي رهيب، المية تطلع من النافورة تعمل صوت جميل، زرع، مجرى مائي. عندي فضول الليلة هنا بكام؟ خلينا اسأل الريسبشن. هلو، how much it cost for one night؟ From 462 460 يورو. mm-hmm. It's so cheap. انت قاعد في قصر من قصور المسلمين زمان، لازم تبقى غالية. خلينا نكمل رحلتنا يا جماعة. كلمة غرناطة باللغة اللاتينية معناها رمان، عشان كده هتلاقوا دايما موجود شجر رمان في غرناطة. شجر الرمان الأندلسي لونه جميل. من الحاجات الغريبة داخل الحمراء البيت اللي ورايا ده يا جماعة. البيت ده عايش فيه واحد أجداده واخدين البيت من زمان، مش عايزين يسلموها أبدا للدولة. This Islamic art? Islamic yeah. art? Yes, copy from the Alhambra. Copy from the Alhambra. What do you think about this art? For me it's amazing. It's my life. My family make this art from 1877. This is my life. We are now in the fifth generation. Wow. Your family from the Andalus time? They used this house from 1877. I think it's Granadinian, but I don't know. أنا تخيلوا يا جماعة الرجل ده أجداده مولودين وعايشين هنا في غرناطة. الله أعلم، جايز يكون جده كان مسلم. Maybe your big 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 grandfather was a Muslim. Probably. Probably right? Yeah. Wow. In Spain, probably. Who knows? Yeah. Probably yes. You are the owner of this house. Yes. Oh. تخيلوا يا جماعة البيت ده موجود داخل الحمراء. يعني بص وانت ماشي كده في شوارع الحمراء هتلاقي البيت ده، البيت ده بتاعهم هم صحاب البيت، متخيلين؟ وانت ماشي في المدينه هتقابل مبنى كده صغير مش باين خالص. هو المبنى ده، المبنى ده مازال زي ما هو من ايام المسلمين. ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ زاويه، مسجد صغير. تعالوا نخش المسجد اوريكم جمال المسجد عامل ازاي. خدتوا بالكم من بره المسجد متغطي بشجر بحيث يبقى من جوه دافي. خش بقى جوه المسجد. عايز اقول لك ان ريحه المسجد تحفه جدا بسبب الشجر اللي فوق ده. السلباب مازال زي ما هو، حاجه فخمه. زاويه صغيره اهو، مسجد. يا الله على الجمال. ده كان مكان الوضوء، عباره عن حوض اتوضوا فيه وكانوا بيصلوا هنا. توقع مكان للنساء. شايفين يا جماعه؟ هي دي ساحه المسجد. كانت من الحاجات اللي تزعل بقى انهم حولوا المسجد لمتحف موسيقى، حاطين بيانو مشغلين موسيقى في قلب المسجد. شايفين؟ بصوا على القبلة اهي، كان الامام يقف هنا والناس كلها تصلي وراه. جميل قوي، مريح كده نفسيا اول ما تخش. الى بلكونة القصر. يا جمالك يا جمالك يا اندلس، والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن على فراقك يا أندلس. تعالوا نطلع لأعلى نقطة. يا الله الجمال. الناس دي عملت الكلام ده إزاي؟ إمتى؟ أخيرا وصلت لأعلى نقطة. طبعا في شمال الأندلس بقى في ممالك النصارى قامت على أنقاض المسلمين. طب إيه بقى اللي أخر سكوت غرناطة؟ يعني إحنا بنتكلم في 200 سنة كان النصارى ممكن يدخلوا خلاص بقى، يعني بقت مملكة جوه ضعيفة جدا ممكن ياخدوها. طب إيه اللي أخرها؟ إن كان في خلاف كبير جدا ما بين أقوى مملكتين النصارى في شمال الأندلس. المملكتين دول اسمهم إيه؟ مملكة قشتالة ومملكة أراجون. حصل بقى الخازوق الكبير. فرناندو الثالث ملك أراجون اتجوز من إيزابيلا وريثة عرش قشتالة. تعرف ده معناه إيه؟ يعني المملكتين اتحدوا خلاص، يعني خلاص النصارى هيفوقوا للمسلمين. ضو نار. المملكتين يا جماعة اتحدوا تحت اسم مملكة إسبانيا اللي هي ما زالت إلى الآن مملكة إسبانيا. الكلام ده إمتى؟ سنة 879 هجريا، وكانت هذه هي بداية النهاية. أقسم الملكان ألا يقيما عرسا إلا في قصر الحمراء، وراح كل جيش النصارى متجه إلى آخر معقل من معاقل المسلمين في الأندلس ألا وهي غرناطة حيث قصر الحمراء. وكان اللي بيحكم المملكة دي شاب اسمه عبد الله الصغير، وحصروه من كل الاتجاهات. كان قاعد فين بقى الصغير؟ كان قاعد في الحمراء اللي أنا بحكي لكم عليها دي، مدينة الحمراء. خدوا بالكم الصغير ده يا جماعة كان عنده 25 سنة بس. الله أكبر في السماء. فضلوا يقاوموا لمدة تقريبا 7 شهور، لما ملك أسبانيا عرف إن خلاص مش هيعرف يدخل بسبب المقاومة، فراح بعت رسالة لعبد الله الصغير. اسمعوا قال له فيها إيه واعملوا إسقاط على الواقع عشان تشوفوا غزة واللي بيحصل فيها. قال له سلم المدينة، سلم سلاحك
وانتوا كمسلمين هتعيشوا في امان، اماكن العباده مش هنيجي جنبها، مش هنأذي حد، هنخرج كل الاسرى وهنعينك يا عبد الله الصغير كوزير من وزراء مملكه اسبانيا، وتبقى غرناطه تبعنا تحت امارتنا، وانت تبقى وزير في مملكه اسبانيا. عبد الله الصغير يعمل ايه؟ وافق على المقترح، حط شرطين. اول شرط، اسمعوا الشروط يا جماعه عشان تعرفوا قد ايه ان هم كانوا خلاص كانت بتنهار. قال لك اول شرط ان فرناندو الثالث وايزابيلا يقسموا ان هم مش هيخونوا العهد. طب اسمع الشرط الثاني، الشرط الثاني ان البابا يجي بنفسه ويمضي على العهد. جه البابا ومضى على العهد واقسموا الملكين، وراح محمد الصغير عشان يسلم مفاتيح المدينه قابل ان يوقف حركه الجهاد ويديله الامان. تخيلوا يا جماعه ان محمد الصغير لما سلم مفاتيح غرناطه الى ملك اسبانيا وهو بيسلم المفاتيح اداله هدايا. شفت ذل زي كده؟ وكان تسليم ابي عبد الله محمد الصغير مفاتيح غرناطه لملك اسبانيا ايزانا بانتهاء عصر الدوله الاسلاميه في مملكه غرناطه اخر معاقل المسلمين في الاندلس. حيث المساجد قد صارت كنائس. من المعلومات اللي لسه عارفها حالا، محمد الصغير لما مسك الحكم بدا يكتب الملك لابي عبد الله الصغير، بيقول لك مجرد ما كتب الكتابات دي سقطت غرناطه، الملك لله. بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم. دخل الملكان من هنا يا جماعة ومعاهم الرهبان إلى قصر الحمراء، وأول حاجة عملوها أنهم حطوا صليب فضي كبير فوق قصر الحمراء مازال إلى الآن موجود، وأعلنوا أن غرناطة أصبحت ملكا للملكين الكاثوليكيين وأن حكم المسلمين قد انتهى من بلاد الأندلس. خرج أبو عبد الله محمد الصغير إلى أرض المغرب. محمد الصغير يا جماعة هو ماشي وصل إلى تبة عالية قوي هناك كده بتطل على قصر الحمراء، وهناك حصل حاجة تقطع القلب. خلينا نوصل للتبة وأحكي لكم القصة هناك ونكمل طريقنا. وصلت اخيرا الى التله اللي وصل لها محمد الصغير ووالدته وجيشه بعد ما سلموا مفاتيح الاندلس، مفاتيح 800 سنه حضاره يا جماعه، وقفلوا البيبان وراهم وسلموها لجيش النصارى. هم ماشيين وصلوا لغايه التل ده بالظبط، حتى مكتوب هنا بالاسباني سوسبيرو دول مورو، معناها بالاسباني يعني تنهيده اللي هو بكاء يعني العربي الأخيرة. وقف هنا محمد الصغير وشاف قصر الحمراء هناك ومملكه غرناطه وعيط، والدته بصت له قالت له ابكي كالنساء على ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. طبعا في روايات كتير بتقول ان الكلام ده غلط، ولكن انا لقيتها في كتب التاريخ موجوده مذكوره القصه دي، الله اعلم بصحتها، ولكن المغزى منها الاندلس سقطت بعد ما سلموا المفاتيح الى ملوك النصارى يا جماعه. وهنا بالظبط انتهت واحده من اعظم القصص، قصه الاندلس. الكلام ده حصل امتى يا جماعه؟ 2 ربيع الاول 897 هجري، يعني 2 يناير 1492. عارفين يعني ايه يناير؟ يعني في عز البرد، واسبانيا في البرد بتبقى برد. خرجوا واتجهوا الى المغرب، هاجر محمد الصغير للمغرب العربي، وهناك حاكم المغرب سجنه بتهمه الخيانه لبلاد المسلمين. وبعض المؤرخين بيقول لك ان شافوا ابناء محمد الصغير هما بيشحتوا في شوارع المغرب. شوفوا كانوا فين وبقوا فين. ليست اندلسا واحده فلكم ضيعنا اندلسا. بالامس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد. هل بقى النصارى فضلوا على عهدهم اللي هم عملوه مع المسلمين ان هم مش هيجوا جنب حد ولا هيقتلوا حد؟ تعالوا نروح لمكان وهناك هنعرف الحقيقه ونعرف النصارى عملوا ايه في المسلمين. توكلنا على الله. كيف الحال؟ انا خاشق. انت من اين؟ From where؟ اسبان؟ يس. مروكو؟ جرام ماما مروكو. ماما مروكو؟ سي. وانا بصور لقيته معدي بالعجله بيعمل رياضه فبيقول لي السلام عليكم، فافتكرته مغربي لقيته اسباني بس امه مغربيه. هذه زفره العربيه الاخيره. You know the story of this؟ يس. I am teacher. You are teacher. Of history. Of history. Oh. I know that. Oh. ما شاء الله. أنا مسلم. يا مسلم. قاعد يصور العجلة بتاعته وبيحكي القصة طبعا. أخي جوس تردا. مع السلامة أخي. مع السلامة يا يوسف. إن شرف فيم. تشرفنا. باي باي. مع السلامة. سلام. Nice to meet you bro. شجر زيتون وشجر عنب وشجر رمان وبرتقال واستفندي كل حاجة. ساحة باب الرملة في الميدان ده بالظبط يا جماعة حصل واحدة من أسوأ مآسي التاريخ بعد سقوط غرناطة. إيزابيلا أصدرت قرار بجمع كل كتب التراث
الإسلامي كلها أيا يكن فين، هاتوا الكتب دي وحطوها هنا. ليه بقى؟ تخيلوا يا جماعة قعدوا 7 سنين يجمعوا في الكتب ويحطوها في الميدان ده والناس تتفرج، لغاية لما جه رئيس الأساقفة بنفسه وهو اللي ولع النار في الكتب دي. كل الكتب اللي المسلمين كتبوها جمعوها وحطوها هنا، وجيب نفسه القسيس ولع في الكتب دي. بيقول لك حتى ان الناس اللي كانوا عايشين هنا في المنطقه دي كلها، بيقول لك ان فضلت النار شغاله لمده 3 ايام من كتر الكتب. انتوا متخيلين؟ يقال ان عدد الكتب اللي اتحرقت في الميدان ده 1,025,000 كتاب مكتوب بخط الايد. انت متخيل؟ لو الكتب دي فضلت، انا متوقع ان احنا كنا ممكن مثلا متقدمين عن العالم 500 سنه قدام، 800 سنه خلينا نقول فتره كل الاندلس. ولكن الدوله وقتها مملكه اسبانيا استثنت حوالي 300 كتاب او اكتر. تتوقعوا الكتب اللي استثنوها دي كانت بتتكلم عن ايه؟ طب، فلك، رياضيات. اي كتاب بيتكلم عن الطب او الفلك او الرياضيات محدش يجي جنبه، عشان تعرفوا بس ان اوروبا قامت على اكتاف المسلمين. عشان كده علماء التاريخ بيقول لك ان اي اكتشاف تم بعد سقوط الاندلس على طول في الثلاث مجالات دول، سواء الطب او الفلك او الرياضيات، تعرف ان اصلا العلماء المسلمين كانوا مكتشفينه من زمان، ولكن هم ترجموه حرامي بجح شوية. وبعد سقوط الاندلس بدا الغرب من حيث انتهينا، بدات النهضة في اوروبا على انقاض الاندلس. بعد 9 سنوات بالظبط من سقوط غرناطة وخروج بني الاحمر من الاندلس، اصدر الملكين قرار ملكي. نص القرار بيقول بالظبط كالتالي: ان الله قد اختارهما لتخليص مملكة اسبانيا من الكفار، ويحظر وجود اي مسلم داخل اراضي مملكه اسبانيا. طبعا مسلمين كتير هاجروا للمغرب وتونس والجزائر، ولكن في مسلمين فضلوا هنا، وخصوصا الناس الفلاحين والبسطاء اللي هم مش اغنياء ومش معاهم فلوس ان هم يسافروا. ففي منهم ناس تنصرت، وفي ناس منهم اخفت اسلامهم. اللي تنصر سموه الموريسكي. الموريسكي ده معناها نصراني درجه تانية، يعني كان مسلم وبعد كده تنصر، احتكار ليهم يعني. وبعد القرار ده مباشره عملوا حاجه اسمها محاكم التفتيش. وما ادراك ما محاكم التفتيش؟ طبعا لما ظهرت محاكم التفتيش بيقول لك ان لو اكتشفوا اي حد بيدعي النصرانيه وخاف الاسلام جواه، سواء مثلا لقوه بيغتسل، لان الحمامات العامه كانت موجوده في الشوارع، لو مثلا راح يتوضى او راح يستحمى، او في مثلا في بيته اي كلمه بالعربي، كانوا ياخدوه على طول لمحاكم التفتيش. كانوا من ضمن التعذيب يملوا بطن المسلم ميه لغايه لما يتخنق ويموت. كانوا يهرسوا جسمه لغايه لما عظمه يتفتت هو حي. كانوا يعملوا شكل حديد كده على شكل جاموسة ويحطوا جواها المسلم ويولعوا تحت. تخيلوا بقى الحرارة بتاعت الحديد كانت بتعمل ايه في الانسان، لدرجة ان جيش نابليون لما جه احتل اسبانيا، على فكرة نابليون هو اللي اكتشف محاكم التفتيش كانت مستخبية تحت مسجد كورتوبا اللي صورنا فيه. بيقول لك العساكر لما شافوا المنظر وشافوا آلات التعذيب والناس بتموت تحت ازاي، اغمى عليهم، وفي ناس رجعت. مش متخيلين ان في آلات تعذيب للبشر بالشكل ده. والى الان بيكتشفوا عظام لمئات الجثث موجودة تحت كنائس اسبانيا، ويطلع ملك اسبانيا ويعتذر ولا عشان كده هنا في الجنوب، في غرناطة وجنوبها كله، جنوب الاندلس، تلاقي انتشار اكل الخنزير بغزارة وشرب الخمر بغزارة، وتلاقي ناس كلها حتى الحلاق ممكن تلاقيه معلق خنزير. وما زال الى الان. ليه بقى؟ لان هم خلاص يعني اتعودوا من زمان عشان يثبتوا بس ان هم يخافوا من محاكم التفتيش، ان انا لا يا عم انا نصراني، بقيت اكل خنزير واشرب خمرة وعايش معاكوا عادي. فعشان كده الجنوب دايما منتشر الكلام ده. تعالوا اخدكم رحلة كده في المدينة القديمة هنا واوريكم اثار اجدادنا، مدارسهم ومساجدهم وايه اللي حصل لها حاليا. شايفين المبنى الفخم اللي ورايا ده؟ اهو المبنى ده بقى كان جامع غرناطة الكبير اللي كان موجود في مملكة غرناطة. المسلمين كانوا بينزلوا من حي البيازين وكسور الحمراء ويجوا يصلوا هنا في جامع غرناطة الكبير. ولكن طبعا لما سقطت الأندلس حولوا المسجد ده إلى كنيسة. عارفين الملكين اللي أسقطوا الأندلس، إيزابيلا وفرناندو الثالث، هم مدفونين داخل المبنى ده. شايفين؟ يعني واضح جدا ان هو كان مسجد مش كنيسه خالص. عايز تعرف اي مبنى كنيسه حاليا اصله كان ايه؟ هل هو كان مسجد ولا اتبنى بعد كده؟ تعرفوا ازاي؟ تعال اوريكم. جنب المسجد في ايه؟ في بئر. ليه البئر ده بقى؟ المسلمين كانوا بيتوضوا من البئر ده عشان يخشوا يصلوا. البئر ده علامه بيقول لك ان ده فعلا كان مسجدا ولم يكن كنيسه، وتحول بعد كده الى كنيسه زي ما انتم شايفين. قصاد الكنيسه على طول بقى مدرسه رائعه يا جماعه، اسمها المدرسة اليوسفية، وليها قصة تحفة جدا. تعالوا ندخل واعرفكم عن المدرسة دي، حاجة رائعة جدا. شكله كده مقفول، مش حد تقريبا هنا.
طيب قصة المدرسة دي باختصار لأن تقريبا مقفولة، هي مدرسة المتفوقين في عهد الأندلس. أي شاب نابغ، أي شاب متفوق كانوا بيختاروه ويجوا يعلموه هنا. ولكن الميزة في المدرسة دي إن أنت بتعيش، بتبات، بتاكل، بتشرب جوه المدرسة دي، وتتعلم كذلك داخل المدرسة، كل حاجة جوه المدرسة. سموها المدرسة اليوسفية نسبة للي بناها، كان اسمه محمد ابن يوسف الأول، والراجل ده كان من بنو الأحمر، أمير من أمراء بنو الأحمر. فاكرين لما رحنا البوسنة وصورنا حفل التخرج لمدرسة إسلامية في البوسنة؟ هو نفس الستايل ده بالظبط، طلاب عايشين واكلين شاربين نايمين بيدرسوا داخل المدرسة دي. هي كانت عبارة عن ثلاث طوابق زي ما انتم شايفين، واحد اثنين ثلاثة. أول دورين كان الطلاب بيدرسوا هنا في الدورين اللي تحت، وآخر دور كان السكن الطلابي. عارفين كانوا بيدرسوا ايه داخل المدرسة دي؟ أربع أهم علوم في العالم، علوم الدين وعلوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم الفلك. يعني بالعلوم دي تبنى أمم. مدرسة المتفوقين تعتبر أقدم مدرسة أو جامعة نظامية في أوروبا. جامعة نظامية يعني الطلاب يسكن يعيش يأكل ويشرب ويتعلم جواها. دلوقتي مهجورة، مش حد، كان في كمية طلاب هنا بنوا أمم. لما سقطت غرناطة، فاكرين لما قلت لكم انهم احرقوا كل الكتب ما عدا كتب العلوم؟ او كتب العلوم دي بقى كانت موجودة داخل المدرسة دي بالظبط. اخدوا كل الكتب دي وبعتوها لفرنسا، ترجموها للأسبانية واستفادوا منها. شفتوا احنا كنا فين وبقينا فين؟ نهضة اوروبا والثورة الصناعية اللي حصلت في اوروبا قامت على الكتب اللي سرقوها من المدرسة دي. كمية علماء يا جماعة تخرجوا من الجامعة دي، ربنا يرحمه. المسجد اهو اللي هو حاليا كنيسة، في وشه على طول هتلاقي باب. الباب ده كان اسمه سوق القيصرية. تخش هنا عبارة عن أسواق، وزمان كان المسلمين بيستخدموها في التجارة وكده. ولكن كان في حاجة جميلة جدا هنا بتحصل في السوق ده، ألا هو إيه؟ حلقات لتحفيظ القرآن. صح الكلام ده؟ أهلا وسهلا أخي. صح ولا مش صح؟ وأنا ما سمعت حاجة عشان أقول صح ولا لا. أنا ما عنديش أي حاجة، أنا ماليش دعوة. حلقات لتحفيظ القرآن يا جماعة كانت بتحصل هنا سبحان الله زمان، وكانت تستخدم برضو في موضوع التجارة. التجار كانوا بيجوا هنا زي اللي موجود في اسطنبول. في القاهرة نفس الكلام برضو. أوه أميزن. أهو السوق ورايا، في وش السوق على طول في فندق. تعالوا أحكي لكم قصة الفندق. أهو ده مدخل الفندق، ما زال الآن مكتوب كتابات بالعربي. الله وحده، الحمد لله وحده، السلام لله وحده، الملك لله وحده، شعار بنا الأحمر لا غالب إلا الله. كان عبارة عن إيه بقى الفندق ده؟ تجار يجوا هنا يباتوا 3 أيام مجاني، أكل شرب كل حاجة هنا، عايشين هنا، يخلصوا تجارتهم وبعد كده ينطلقوا وهكذا. ليك 3 أيام بس. إيه بقى اللي في النص ده؟ الحصانة بتاعتهم لما كانت بتيجوا ويركنوها هنا كانت بتشرب مية من هنا بالظبط. تخيلوا المنظر، كمية حصانة موجودة، تجار عايشين هنا، بضاعتهم محطوطة، تجار رايحين تجار جايين. طبعا الستايل الأندلسي داير ما يدور، مفتوح من السقف. يقال ان لما سقطت الأندلس والنصارى استولوا على الأندلس بشكل عام، حولوا المكان ده لمخزن للفحم. تخلوا من مكان للتجارة وتكسب فلوس حولوه لمخزن فحم. يا اخي الناس اللي كانوا عايشين في الأندلس دول كانوا بيفكروا في كل حاجة. فندق اهو، تخرج من الفندق على طول كم خطوة هتلاقي نفسك في السوق البازار هناك اهو، تاجر بقى معلم براحتك واكسب. تعالوا نروح لأشهر حي في غرناطة، حي البيازين، ونعرف قصته هناك. بصوا الشوارع اللي بتودي حي البيازين عاملة ازاي؟ انت جوه كتاب تاريخ. شايفين قصر الحمراء فوق هناك؟ شوارع جميلة اوي. ليست أندلسا واحدة فلكم ضيعنا أندلسا. شايفين البلكونة دي يا جماعة؟ عمرك ما تلاقي بلكونة زي كده في أي ستايل أوروبي خالص. بلكونة دي بلكونة أندلسية صرف 100%. إيه بقى قصة حي البيازين ده؟ ده أكتر حي مازال متمسك بشكله، كل حاجة زي ما هو من ساعة ما المسلمين خرجوا منه. طب ليه تسمى بحي البيازين؟ في طائر اسمه الباز اللي هو توقع الصقر، فالناس اللي كانت بتربي الطائر ده طائر الباز بيسموهم البيازين، فده حي البيازين اللي كان عايش فيه الناس دول. حي سبحان الله كل حاجة زي ما هي. طول ما انت ماشي بقى شايف بيوت بالشكل ده، وما زال التاتش بتاع المسلمين موجود. طبعا الحي ده قريب جدا من قصر الحمراء، يعني انت لو طلعت فوق في قصر الحمراء زي ما كنا فوق الصبح بتشوف كل حي البيازين. بصوا الناس هناك، احنا كنا هناك في المكان ده. مدرسين التاريخ بيقولوا لك لو حابب تعيش اجواء الاندلس زمان تعالى تمشي في الحي ده. وانا ماشي في شوارع حي البيازين افتكرت رساله جات لي على الانستجرام وخدت سكرين شوت. خلينا اقرا لكم الرساله وبعدين نكمل طريقنا. اخت بتقول ايه؟ توقع الاخت دي من الجزائر، بتقول السلام عليكم، عجبني كتير الريبورتاج بتاع الاندلس، وشفت انهم قالوا لك ما تصليش في المسجد. كنت انا لو انا بصور
الفيديو بتاع كورتوبا، قالوا لي يعني الضباط هناك قالوا لي ما تصليش في المسجد لانه ممنوع وكده. نو بس تو براي كاتدرال. فهي بتقول اخي انا اشتريت بيت وانا بكتب اوراق البيت مضيت على تعهد اني مش هشتريه بغايه استرجاع اراضي الاندلس، ولما سالت المحامي قال لي لا ده اجراء قديم ملوش اهميه. فبتكمل بتقول تخيل اكيد ما زالوا خايفين اننا نسترجع اراضينا. متخيلين؟ مش متخيل ابدا ان في حاجه زي كده موجوده. خلينا نكمل طريقنا. وانا ماشي في حي البيازين لقيت حاجه جميله قوي، علم فلسطين. واحد حاطط علم فلسطين فوق البيت بتاعه والعلم ده مطل مباشره على قصر الحمراء. عندي فضول البيت ده بتاع مين ولا ايه ده؟ دار البركه. اوه حلو، حاطط علم كمان تاني هنا. كتب العز على ابوابها فادخلوها بسلام امنين. مين رايق ده؟ عندي فضول والله اخبط عليه ولا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. رايت علم فلسطين ورايت بركه على الباب ورايت ادخلوها بسلام امنين، فاردت ان ادخلها بسلام امن. ادخلوها بسلام امنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من مصر. أهلا وسهلا. وزوجتي من تركيا. أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ مرحبا. آسف بس من مصر. أنا من السويس. إيه حضرتك مصري؟ مصري. بتهزر؟ والله. يا محاسن الصدف. تعرف عربي؟ يا شوية. شوية شوية. يعني أنا بعشق، ترجم لها كلمة بعشق. يا عاشق. عاشق، أنا عاشق اسطنبول. والله ما شاء الله. لأن أنا أعتقد يعني هو ذهني بالنسبة لي أن اسطنبول أجمل مدينة في العالم. والله والله وزرت تقريبا معظم مدن أوروبا، ولكن المدينة الوحيدة اللي لما بدخلها بدخل براحة نفسية اسطنبول، كأنها بتترحب بي. هي اسطنبول. سبحان الله. ولكن حضرتك مستقر هنا ولا مستقر هنا من زمان. جيت هنا تخصصي وجيت هنا من 33 سنة. ما شاء الله. 36 سنة دلوقتي. يعني جيت في 88. 36 سنة. حضرتك عايش هنا يعني؟ عايش هنا. مجال عمل حضرتك ايه؟ يعني علاقة بالتاريخ وكده؟ استاذ في استاذ في جامعة، لا في الترجمة، استاذ في جامعة غرناطة. في جامعة غرناطة؟ دكتور في جامعة غرناطة. سبحان الله. سبحان الله. تفضل. والله انه يخش عادي؟ لا تفضل. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا الله. دي البلكونة. ما شاء الله. تراسة. بيسموها التراسة. بيسموها التراسة. طلع على قصر الحمراء على طول. الحمراء وجنة العريف. ده أجمل منظر. جنة، منظرة جنة كبيرة. نعم. تقول لك بكل صراحة يعني منظر زي الجنة يعني. سبحان الله في قلب التاريخ. نعم. طب ولماذا علم فلسطين؟ لأن أنا وزوجتي إحنا منسقين، يعني عندنا جمعيتين للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ما شاء الله. وأنا المنسق العام في. اسم حضرتك إيه؟ علي. أستاذ علي. أهلا. محمد عيد. أهلا. سبحان الله. وإحنا ماشيين بالصدفة دخلنا لقينا نفسنا هنا. علم فلسطين هو القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى أساقه لنا. الله يسعلي بتحرجني يا سعلي. والله كل الأسماء المدن هنا ما تغيرتش، هي عربت فقط. عربت يعني النطق والكتابة. قرطبة لا معنى لها. قرطبة اسم قرطبة. اسم القديم؟ الاسم القديم. نعم اللاتيني. أيوة صحيح. إشبيليا من هيسباليس. هيسباليس باللغة اللاتينية. قرطبة. عربت فقط. نعم عربت فقط. صحيح. ماذا إيز جراناتيس. جراناتيس باللغة اللاتينية. من لاتينية. تشربوا ايه بقى؟ احنا بنشرب معلوماتك. ماشي. اسماء المعلومات. ليمون. ليمون زي الفل. ليمون. ليمون زي الفل. وممكن اعمل لك ليمون فريش يعني لو تحب. اضر اضر يعني ليمون اضر. وفي انا هعيط. اصلا يا بابا زعلان. لا ليه؟ استاذ علي والله حبيبي. انت لو جبت حد مصري مش هتعمل كده. طبعا طبعا طبيعي يعني. والله يا استاذ علي تواضعك ده بيحرجني. يا عم في مش ولا تواضع ولا حاجه، ده شرف يعني. احلى حاجه في الموضوع ان مفيش مقاطعه. شايفين؟ والله العظيم والنعم والنعم. خفت تبقى حاجه مقاطعه بس ما شاء الله يعني علم فلسطين فمستحيل. فين مقاطعه؟ لا خفت يعني كنت خايف.
لا استحالة ده الموضوع المقاطعة ده الجمعية بتاعتنا اسمها بي دي اس جرنادا البي دي اس حركة المقاطعة بويكوت أيوة ديسينفستمنت اند سانكشن لو مستحيل يعني لا يعني لا هنا مستحيل استاذ علي والله انت عايز منعوا حتى على الطلبة في الجامعة والله ما شاء الله ده عصير عنب حلال واين حلال واين كده. خمرة في الجنة عايزين اكتر من كده انت بتمشي في الشتاء في الشوارع هنا تلاقيها دافية لان مفيهاش هواء مفيهاش تغيير هواء فعشان كده ما تغيرش فيها اي حاجة زي ما هي الارض كانت زي ما هي كده بالزلط ده بالحجارة زي ما هم العرب اللي عملوه كده فعلا يعني في بيوت كتيرة هنا بيوت اللي همنا ايام العرب بيوت كتيرة موجودة زي كم عليها لحد دلوقتي من ايام العرب بحكم عليك شفت يعني مريت على كل الحاجات الجميله دي اكتر حاجه استغربتها لما سمعتها تاريخ المسلمين اللي كانوا هنا اللي ابهرني في تاريخ المسلمين ما شفتوش حاجه ما شفتهاش ابهرني اللي هو انا قريت عنه تطورهم الكبير جدا في العلوم في الطب في الهندسه في الفلك الرياضه وكل حاجه تطورهم ما تتخيلش يعني التطور كان يعني هنا كانوا بيعملوا العمليات في العين يشيلوا الميه الزرقاء والميه البيضاء منتهى البساطه في الاندر صحيح في اوروبا ساعتها كانوا عايشين في عالم من الظلام يعني غيبوبه يا الله فكانوا متطورين جدا ده اللي ابهرني مش القصور يعني ده انعكاس لهذا التطور بس الانعكاس يعني اقل شيء طرف وكمان اخر ايام السكوت يعني اخر ايام صحيح ملفت نظر فيها ان في عبقريه تطور في الفلسفه في الفكر في الادب في كل شيء يا الله مطورين جدا يا الله لكن اتخذت طبعا الكتب دي وترجموها وسرقوا العلم طبعا اللي كانت بتدرس في السربون لحد القرن ال 18 وهم بقى ما حفظوش التراث القديم وخلاص لا ده هم خدوه فهموه وطوروا عليه الرياضيات والفلك وكل حاجة صحيح ما بعد السقوط على طول بدأ هما بقى عصر النهضة وبعد السقوط خدوا الطب وخدوا الفلسفة وخدوا بتاعه الفلك النهضة في كتب كتيرة في كتاب اسمه بالإسباني لو كي أوروبا ديبي الإسلام دي إسبانيا اللي هو فضل الإسلام على أوروبا فده بيثبت إن النهضة بتاعتهم كلها مبنية يعني 80% منها مبني على العلوم فقط على العلوم الإسلامية يا رب اللي خرجت من هنا 80% الرجل ده اللي هو مترجم القرآن ده مسيحي ويعني مش مسلم ولا حاجة ولا علاقة ليه مستشرق هو اللي كتب الكتاب هو اللي كتب الكتاب بركونا بسم الله ما شاء الله حضرتك ساكن هنا بقالك 36 سنة بس ما زلت تنظر المنظر ده بعشق صح؟ طبعا أكيد أكيد ما بتغيرش يمكن أول يوم نفس الإحساس فلسطين شكرا هدية جميلة جدا أستاذ علي رب صدفة خير من ألف معايا طبعا والله العظيم شكرا جدا فرصة سعيدة جدا والله أنا مبسوط قوي سبحان الله يعني أحب أصوركم لا أنا نصور معاك بقى صورة جمعية كلنا بس أنا واقف في البيت كفاية تواضع كفاية تواضع دايما تحت كل مسجد وأمام كل مسجد جب الوضوء تعرف على طول اللي هو الجب اللي هو البئر البئر طلع منه مية طالما في بئر معنى كده إن ده كان في مسجد قريب هو ده يا جماعة كانت مسجد وتحولت لكنيسة ودي المأذنة سبحان الله زي ما الأستاذ علي حكى لنا وهنا كان بئر لكن مغلق شوفوا القدر في ساحه من اشهر الساحات اللي موجوده هنا في غرناطه هي الساحه دي بقى ليه بقى مشهوره لانها بتطل على منظر رائع قصر الحمراء مدينه الحمراء شايفين يا جماعه بعد ما كانت الاندلس بيخرج منها ناس عشان يفتحوا العالم شايفين وصلت ليه ما علينا كده نكون وصلنا الى نهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم استمتعتم بيه الموقف ده بيذكرني كده بشعر بيقول لك ايه ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي وورائي التاريخ كوم رمادي عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زيادي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامه
انت اصلا من الموريسكيون صح؟ لان اسمعونا روميرو وروبيو. اول تطهير العرقي كان هنا مع الموريسكيين. وجدوا اثار اسلاميه هنا، وجدوا بلاط مكتوب عليها لا اله الا الله. فعلا ان زرت المغاني مره ارجع على اهلي هناك وسلمي.